انت لا لا بتقول كلمنا الابن، اسمع اسمع، ابليس الاب، ابليس رجاء ابليس، رجاء، ابليس، كلمنا هذه، نعوذ بالله من ابليس. كلمنا الاب هذه الايام باسم ابنه الوحيد الذي جعله وارثا لكل شيء. اذا ماشي، جعوريه انت قلت الان المسيحيه في من عند اجابتك الاب. الاب مساوي للابن او الابن مساوي للاب. ازاي هو مساوي للاب والاب والد والابن مولود بس قبل دي؟ يعني ايه يبقى هو مساوي لهو؟ لأن الابن قد انبثق من طبيعة الآب، ولا فرق بين الآب والابن، لأن الابن يعني هو الرب كلمة الله التي فعل به كل شيء، التي خلق بها كل شيء. فبما أن الله خلق بكلمته كل شيء فإنه محتاج لهذه الكلمة، فإذا الكلمة هي مساوية للآب، وهي من داخل الله ومن طبيعة الله، حتى لو قلنا أنها مولودة، حتى لأنها إن كانت مولودة فإنها من داخل الله. لأن الابن يعني هو الرب كلمة الله التي فعل به كل شيء، التي ركزوا كده، هيقول إيه؟ خلق بها كل شيء. فبما إن الله خلق بكلمته كل شيء فإنه محتاج لهذه الكلمة. الله محتاج لهذه الكلمة، محتاج. والله العظيم أنا ما خدت بالي في المناظرة نفسها، لكن خدت بالي دلوقتي. الله عندهم محتاج للكلمة. ركزوا في اللي بعده. فإذا الكلمة هي مساوية للآب، وهي من داخل الله ومن طبيعة الله، حتى لو قلنا إنها مولودة، حتى لأنها إن كانت مولودة فإنها من داخل الله. فبما انها من داخلها جزء من يعني الله. الإله جزء من الله، الكلمة عنده جزء. الإله مجزأ. الولد ده مين؟ الولد ده الآن من أكبر منصري الكنيسة اللي طلقاهم في الفيسبوك يطعنوا في الإسلام وينصروا الخلق أو يدعوا الخلق لعبادة الإنسان. الذي جزء جزء، إله مجزأ. يخرج من الله لا يمكن أن يكون أقل من الله، والله أعلم. ماشي، ركز معايا، ركز معايا. يخرج من الله، يخرج من الله يعني كجزء منه كده ولا ايه؟ بس مش مشكلة. يعني انت كده عندك الله الابن اصبح مساوي لله الاب عندك، لان الله الاب عندك ولد الله الابن، والابن اتولد من الله الاب عندك. اجبني، زهرة الزنيق، زهرة الزنيق تقول سيبك من ظاهرة ظاهرة كاذبية الزنقة، يفهم سيبك من المسيحية ما الناس، تفهم. لا لا، المسيحية سيبك من مات تعالى. عليها ماشي، الملايين، المسيحية مش مات مشكلة، عليها الملايين. مش مشكلة، خليك معايا وابعد عن الكاميرا شوية ورد على السؤال بتاعي، وماليش وانا دعوة عشان بتعليقك. عشان عندي شغل يا شيخ، بس ساعات يا اخي مستعجل، قلت يمكن شغلت 10 دقائق شيء، عندي لا، ما شغل. هي 10 دقايق، ما تقلقش، بس ما تقلقش. يلا تمام دلوقتي تمام انت بتقول لانه خرج من الله فلازم يبقى هو الله. طب انا هضرب لك مثال صغير، انه معنى انه خرج من الله مش معناها ان هو لازم يبقى الله. هل الانبياء، ورد على سؤالي فضلا برد واضح ومختصر، هل الانبياء خرجوا من الله ام من الشيطان عندكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، جاوب بقى. هو وقف كده ليه؟ كل بشر قد خرج من عندي الله، لأننا خلقنا من عند الله بروح من نفخ فيه نسمة حياة، فنفخة نسمة حياة هي لحظة لنا. لحظة لحظة، المستمعين الأكارم، بالضبط من أقل من دقيقة لو رجعتوا الفيديو هتلاقيه بيقول كل من خرج من الله فهو الله ذاته. هذا قصدي دلوقتي على بيقول لك كلمة الله كلنا المسيح، خرجنا من الله، هذا إذن قصدي هل على كلنا؟ كلمة الله المسيح. أما نحن فقد أها، خرجنا من شفتوا عند الله بماذا؟ شفتوا 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 يا بنفخة مستمعين؟ نسمة حياة. برضو وقف كل معايا، شيء يا أخي، كل الأكوان خارجة من الله، كل شيء وقف معايا مخلوق شوية. هو أتى من عند الله. لماذا أيوة تكفر؟ أيوة، لا سيبك تكفر من يا الأسلوب رجل. يا سيبك من الأسلوب ده، سيبك من الأسلوب ده. أنت عايزني أشد عليك؟ لو عايزني أشد عليك همسكك أظبطك. أنت عارف لما بشد مش هتعرف تسلك معايا، هتلطم. فإحنا مش عايزين كده، عايزين على هادي. آليت بالله أن لا أسكت عن شبهة، طيب ماشي ماشي، أنكرتني الدنيا دلوقتي مذ رأتني دلوقتي غافلا عن العداة. اسمع بس، اسمع تفضل اسمع. في تفضل. إنجيل يوحنا إصحاح 17 العدد 18 بيقول: لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أرسلتني. ده كلام مين؟ ده كلام يسوع؟ عارف النص ده ولا ما نعم تعرفوش؟ نعم نعم
أو قبل ربنا النص ده، لا سيبك من النص ده ربنا دلوقتي. يسوع المسيح لذلك قد أخذ أحب الكلام من عند الله الآب. العالم حتى، خلينا حتى من النص ده حالا، خلينا ناخد النص اللي معروف أكتر منه، اللي هو لذلك لأنه أحب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أظن النص ده أعلم وأكتر، أنت عارف هتلاقيه في إنجيل يوحنا إصحاح 3 عدد 16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مين ابن الوحيد هنا؟ يسوع المسيح الذي جعله وارثا تمام، لكل شيء. جميل قوي. عندك الاب بذل الابن، والابن اتبذل، ازاي يبقى الاثنين واحد؟ هل الاب اتبذل؟ جيد جيد، قلت لك يا شيخ مرارا وتكرارا، ولكنك كالذين هم صم بكم، لا ده الصم ولكن البكم العلماء اللي علموك، تمام، وانا بقول لك انا اعلم من علمائك ونعلي بيهم، فكن محترم. الصم البكم هم اللي علموك واللي ربوك، خليك أنت محترم صم البكم، معايا وسيب الشخصنة. رد على على السؤال، عقيدة الخلاص، أنت صح فاهم رد الكتب، على صح تدرس السؤال، الكتب. سيبك مني انا وسيبك من الشخصنة، لان بالشخصنة همسح بكرامتك الارض ومش هتسلك معايا. باركني، يلا باركني، مش هقول لك ربكم حبيبي باركوا الرب، لعينكم، باركني يا حمار، باركني اسمع باركني، ربي بارك، ربي ايوه بارك، كده، اعدل الاجابه ربي ومالكش دعوه بالشخصنه وما تغلطش. اتفضل رد على ربي بارك. السؤال. أولا أنت يا أخي العزيز، أنت كالجحش الذي أتى به الجحش المسيح ربك، لدخوله إلى لانه كجحش أورشليم. الفرى يولد الانسان، وربك اتقال عليه وانا انسان قد كلمكم بالحق، فالجحش هو ربك لانه قال كده، كجحش الفرى يولد الانسان وربك قال انا انسان، يبقى ربك الجحش. فهمت مكانك تمام في الجزمة تمام القديمة، بارك وانزل بارك لحد الله. ما تترفع. بلاش هانا، بلاش هانا يا ابني، ارحم نفسك، بلاش هانا. انا مش هتسلك معايا، انا هدعس عليك وعدي، بلاش انا، خليك محترم معايا انا، انا بلاش. بص، كل اداة من المسلمين وكل محاور المسلمين حطهم في كفة، ومحمد نصيف في كفة لوحده، بلاش انا. أسألكم بالله العظيم، البس ده من أوله لآخره، شفتوني غلطت في حد؟ شفتوني غلطت في حد؟ شفتوني أسأت لحد؟ شفتوني دعست حتى على راس حد؟ شغال بالراحة وهادي، مش لازم، لازم يستفزوني ويخليني أطلع أقنوم الآب الشرير اللي جوايا، لازم يستفزوني ويخلوني أطلع الأقنوم اللي جوايا. البس ده من اوله لاخره، ربي عندكم قال ايه؟ قال كجحش الفرى يولد الانسان، ويسوع قال ايه؟ وانا انسان، يبقى يسوع ايه؟ بلاش انا يا ابني، بلاش انا، ابعد عني.